شكرا ياسر، شكرا حنين. مرحبا اصدقائي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وشعبنا العراقي بألف خير. طبعا انا متواجد حاليا في احدى متنفسات بغداد اللي هو احد مولات بغداد، مول زيونه. باللهجه العراقيه اكو كلمات متداوله دائما نقولها بس ما نعرف معناها، ونقولها هواي، اكثرها هي بغداديه او تركيه اصلها عثمانيه. اليوم راح نسال بيها ونضحك بيها ونفرفش بدون ما نعرف معناها. انا بالاخير اقول لكم معناها شنو هو، انتظروني. بس اكو شغله واحده، شنو الفرق بين المشتاق والغالي؟ جائزه اللي يعرفها انا مطيب من عندي، بس انا اعرفها. المشتاق اللي هو اني اللي دا احكي وياكم، والغوالي اللي هو انتم دا تسمعوني. انتظروا من عندي المزحه والفرفشه والبسمه على الشباب العراقيه. شنو معنى مجلهمه؟ مجلهمه؟ لا هي ضوجه، لا هي دوخه، شنو هي مجلهمه؟ شنو حبايه وزعراس دوخه؟ مجلهمة ما سامحها ما قايلها؟ لا والله ما أعرف. سؤال بعيد، على مجلهمة ولا على موزة؟ منو أهم، رأس السنة ولا رأس الشهر؟ لا رأس الشهر طبعاً. ليش؟ براتب. براتب مو؟ زين، شنو معنى مجلهمة؟ شنو؟ مجلهمة. مجلهمة؟ يعني قلبه وجهه، جينكو. مو بنية، ترى اليوم قافل على البنات. جاي يتفتح نظرك، جاي قافل. لا، يقول لك اليوم أنا عد الدنيا مجلهمة. يعني مجلهم يعني الدنيا مظلمة. واو. لا هذا عراقي أصلي بغدادي. صحيح. صحيح. زين. يقول لك عوفني ترى واصلة اليوم لأبو موزة. عوفني روحي طالعة ترى العب طابة روح أحسن لك. زين شنو معنى أبو موزة؟ موزة هو الموز يبيعها، فما حد يشتري الموز من عنده، فقط نايم أقول له روحي طالعة ترى واصلة لأبو موزة. زين شنو معنى واصله لابو موزه؟ عوفني ترى واصله لابو موزه، هاي شو وقت تقولها الساعه 9 ما انت تقرا اي من الضوج وتعبان انت، ويجي واحد يلح عليك على شغله تقول له هاي الكلمه. يعني زين شنو معناها؟ ما اعرف معناها بس ادري يعني من التضايج تقولها يعني، بس ما ادري شنو معناها. علمي وخابص الدنيا وتصير ما ادري شنو. تعرف مجلهمه لابو موزه؟ شنو معنى مجلهمه؟ مجلهمه يعني مسخرك وجه صديق. مسخرك يا واقوى يعني مجلهمة أم صخرتي قوي. أنت هسه مجلهمة ما عليت رحت على مصخرتي. شنو معنى مصخرتي زين؟ شي مصخرة يعني قوي. هو يقولون عليه صخر. لا يقولوا هاي تناس شي طلع من قلبك. إيه أصفط حكي. زين. واحد يقول لك عوفني ترى واصلة لأبو موزة. إيه فاضر بنانة. فاضر بنانة. شنو معناها؟ يعني واصلة لأبو موزة. شنو معنى واصلة لأبو موزة؟ واحد يقول لك عوفني ترى واصلة عندي لأبو موزة. على ما أظن إنه كان بيت عالي شوية كبير في الكرادة يمكن الصور. صاحب عدة بنية اسمها موزة. يمكن صار فيضان في سنة من السنين في بغداد، ومن كان يسألون مثلا المي لوين وصل يقول لك واصل لأبو موزة، على أساس إنه اللي تقريبا إنه الفيضان صار إلى مستوى عالي بحيث وصل لأبو موزة. حلو. هاي صحيحة المعلومة، كلش صحيحة، وشكرا لك. راح أسألك سؤال ثاني بما أنه هو ناس ما عرفته. واحد يقول لك اليوم الدنيا مجلهمة، مثل ما يقول ظلمة هندس. هلا مجلهمة من الغيم الموجود، يمكن الصور تجي أنه مجلهمة ظلام أو عباسة تجي من العبس. مجلهمة يعني مظلمة. واحد يقول لي شارخة شي قبل الحارس الليلي، يمكن هي صورها اصلها تركي على ما اظن. يمكن حارس الليلي شرح حارس الليلي الايام بغداديات. من اهم، راس السنه ولا راس الشهر؟ لا طبعا راس الشهر بيقبض، راس السنه صرف. زين هاي يا بكل حليتي انت هسه عندك هاتريك اربعه.